لا باس تاع عبادة الشيطان كاين في تلمسان. On est des visiteurs, on est venu en Algérie chez des amis et mon amie elle a voulu voir. Je veux. Elle n'a jamais venu, c'est juste. Demain alors. أنا واحد ما يمنعني أنا شرب كانوا مع الجيتازونين نديرو. هي وقائع حقيقية تروي مشاهد عن حياة جزائريين تركوا عبادة الله وهجروا سنة الرسول لعبادة الشيطان، طقوس وشعائر غريبة عن الملة وتنتيمات ورموز تمجد الشياطين، وتعتبر اليد الطولة للماسونية من الحركة الصهيونية بالجزائر. قناة البلاد اقتحمت عالمهم، افتكت أسرارهم بالصوت والصورة. هي حقائق مثيرة تتابعونها ولأول مرة عبر قناة البلاد سهرة هذا السبت على الساعة 9 وتعاد سهرة الثلاثاء على الساعة 11، فكونوا في الموعد.